شفت معتز عادل بنوي؟ ايوه يا فندم، هو مش موجود وانا امه خير. جاي الاستاذ عامل نيابه، اتفضل. شقه كمال اللي فتح فين يا ليه؟ جاي الاستاذ عامل نيابه. في الدور اللي فوقيه. شكرا. عندهم استدعى من النيابه الاثنين دول. أي معتز، انت فين؟ مش عايزة أعرف انت فين، أنا عايزك تجيلي إذا سمحت في أسرع وقت ممكن، ما تتأخرش. ازيك يا ماما؟ إيه علاقتك بلبنى مسعود؟ إيه؟ إيه علاقتك بلبنى مسعود؟ يعني إيه مش فاهم؟ يعني ليه يجيلك استدعى في قضية لبنى مسعود؟ استدعى؟ وأنا إيه علاقتي بلبنى مسعود؟ ما يمكن يكون جاي لأي سبب تاني. ليه عايزين أقوالك في قضية لبنى مسعود؟ عملوا استدعى لعمك كمال، ولما سألته قال إنك أنت بتشتغل معاه ومع أبوك، أنت بتشتغل معاهم من ورايا؟ أيوه بشتغل معاهم. تاني من ورايا؟ ليه؟ أنا عملت لك إيه؟ قصرت معاك في إيه؟ ما قصرتيش في حاجة يا ماما، بس طبيعي إن أنا أشتغل معاه، مش أنا اللي همسك الشغل ده كله بعد كده؟ ومذاكرتك ومستقبلك، هتسيب مستقبلك عشان تشتغل مع ابوك في شغل الرشاوي والقرف اللي بيشتغل فيه؟ شغل ابويا ما فيهوش قرف، انا اشتغلت معاه وعارف. انت مستغربه ليه؟ كنت عايزاه يجيب حد تاني يشتغل معاه؟ انا ابنه الوحيد. يا ريته يا اخويا كان اتجوز وخلف وسقطنا من حساباته بدل القرف اللي احنا فيه. انت بتكرهيه كده ليه؟ انت بتكرهيه كده ليه؟ على مهم انت حر، لكن انا بحبه، ده ابويا. بقول لك ايه؟ ابوك ما بيجيش وراه الا المصايب، جاب لك عربيه، عملت حادثه، دخلت في قضيه، دلوقتي اشتغلت معاه، دخلت في قضيه قتل، انت فاهم يعني ايه قضيه قتل؟ انتوا عايزين تموتوني؟ انت مكبره الموضوع ليه؟ يعني ايه مكبره الموضوع؟ انت هتجنني؟ ده قتل، قتل. اللي بتمشي وراه ده هو هيجيب لك المصايب، بكره تقول امي قالت. أقوم أدخله بقى يا عتونة؟ بس ليه متلقح بره؟ الراجل بقى له نص ساعة بره، هتفضل قاطعه كده لحد إمتى؟ وبعدين دخله بقى خلينا نخلص ونروح. يعني وراك الديوان يا أختي عايزة تروحي؟ هو أنا مكتوب عليا إن أنا أروح بيتنا كل يوم متأخر؟ دخله بقى عشان خاطري. قوم يا ست تيجي. يا ساتر يا رب، يا ساتر لما بتقلب على حد. مساء الخير. مساء النور، عن اذنك. اتفضلي، وحشنا بالمناسبة، وحشنا قوي. انت جيت لي يا كمال؟ انا مش قلت لك ما تجيش الا مكلمك؟ ما انا عارف، بس جد في الامور امور. اتحفني يا اخويا. جاني استدعى من النيابة. وانا ماله؟ وانت مالك يعني ايه؟ الموضوع بخصوص لبنى. اه، وايه يعني؟ ايه يعني؟ يعني ايه؟ انا قلت اجي اشوف ايه اللي اتقال وايه اللي يفضل في البير. مفيش حاجة يا حبيبي في البيت، كله واضح وكله باين لكل الناس، مفيش أي حاجة بتخبيها. ماشي، بس أنا قلت أجي أظبط معاك عشان يبقى كله في التمام. كله في التمام؟ لو هتقفل بقك وتجاوب على قد السؤال وبس، إحنا مش عايزين مشاكل. ربنا ما يجيب مشاكل. طيب أسيبك بقى عشان تشوف شغلك. طيب. بقول لك يا ابو نسب، انا هرجع الشغل امتى؟ اما تخلص التحيات يا حبيبي نبقى نشوف الموضوع ده. طيب براحتك. بقول لك ايه يا كمال؟ نعم. انا اللي كان بيننا وبين لبنى الشغل بتاع شركه رأفت وبس. واضح؟ مش عايزين دوش الدماغ ونروح كلنا في داهيه. ها؟ ما تخافش عليا يا ابو نسب. انا مش خايف عليك يا اخويا، انا خايف منك، خايف منك ومن هطلك وعبطك. ما هو سبب الاتصالات المتكررة بينك وبين القتيلة، وبالأخص في اليومين اللي قبل وقوع الحادث؟ الشغل.
هي مديرة شركة رأفت صلاح الدين، ودي من أهم الشركات اللي احنا بنتعامل معها. كريم ابني كان وحشني أوي، كنت بطمن عليه. الشغل؟ أنا في بين شركتي وشركة جوزها معاملات كتير جدا. كريم ابنها دي كانت بتتصل 10-12 مرة في اليوم علشان تطمن عليه. شغل؟ أنا اشتريت معمل تحاليل واتفقت مع شركتها إن أنا أجيب منها المعدات والأجهزة اللي ناقصاها. الشغل؟ أصلي كنت ماسك شغل شركتها مع شركة بابا في الفترة الأخيرة. زي ما شفت مفيش قلق. طب لو استدعوني تاني؟ هتيجي تاني وتجاوب على الاسئله، ده شيء طبيعي جدا. وطبيعي جدا يا استاذ معتز ان هم ياخدوا اقوال كل الناس اللي كانوا على علاقه بالقتيل، ده جزء من سر القضيه. الدكتور. الو؟ ايوه يا فندم، انا الدكتوره فاطمه. ايوه عارف طبعا يا دكتوره حضرتك. خير طمني. لا اطمني حضرتك خالص، ده شيء عادي خالص، مجرد اخذ اقوال واحنا خلصنا فعلا. يعني معتز لسه معاك؟ ايوه موجود معايا. حاضر مع حضرتك. ايوه ماما كنت عامله سؤال. مفيش، سألوني سؤالين وجاوبت عليهم. هطلع الكلية. طب يا حبيبي، طب عشان خاطري ارجع بدري عشان الحق اقعد معاك شوية والنبي. حياتي عندك. ايوه الدكتور حسن. حسن انت فاضي شويه؟ ممكن تطلع لي اتكلم معاك في حاجه مهمه؟ خير يا فاطمه؟ حياتي تيجي يا حسن؟ مش معقوله تطلبيني في حاجه واتاخر عليكي. خير؟ انا زعلانه من نفسي قوي يا حسن قوي. اكيد زعلانه من اللي انت عملتيه فيا. معتز يا حسن. ماله؟ معتز كان النهارده في النيابه في قضيه لقمه. راح النهارده؟ لازم ابقى معاه بس ما قدرتش اظهر عشان انا بشتغل في القضيه. ما ينفعش. كويس كويس، انت وجودك لا كان هيقدم ولا هيأخر، بالعكس ده كان ممكن يعطل الاجراءات. المهم انت شايفه شغلك وواثقه من ضميرك. أنا كان لازم أرفض القضية دي، كان لازم أكون معاه. ليه كل ده؟ ليه؟ كده عشان أنا حاسة بالذنب. أنا حاسة بالذنب يا حسن. يا فاطمة لا تحسي بالذنب ولا حاجة، دي مجرد إجراءات. أنا كمان خدوا أقوالي، ما فيهاش مشكلة. أه صحيح صحيح، أنت كنت بتشتغل مع لبنى. أنت كنت عارف إن معتز بيشتغل مع لبنى؟ رد عليا يا حسن، رد عليا. معتز بيشتغل مع لبنى وانت بتشتغل مع لبنى، انت كنت تعرف؟ معتز اللي عرفني عليها. خبر اسود، خبر اسود، خبر اسود. حتى انا فاطمة.
شعبية هبلة انتي، هبلة يا هبلة.